اخواتنا اللي طلبوا ان احنا نصور السلمان ونقول لكم السلمان النهارده بقى عمر 15 يوم. لو انتم ملاحظين معانا هتلاقوا ما شاء الله عندنا السلمان بصراحه ما فيش فيه ولا غلطه، ما شاء الله الاوزان فوق الممتازه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، السلمان من المشاريع السهله البسيطه السريعه اللي عمرها قصير، اللي مش بتاخد تكاليف وامراضها قليله جدا. احسن طائر تربيه في نظري لو عندك تسويق ليه هيكون هو السمان. طيب النهارده اليوم ال15 في عمر دوره التسمين بتاعتنا دي اللي هي السمان اللي قدام حضراتكم، هنتكلم كلام مهم جدا النهارده. ولكن قبل ما نبدا الحلقه، السلام عليكم واهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، مهم جدا علشان يترفع وغيرنا كتير يستفيد. طيب النهارده في عمر السمان ال 15 يوم زي ما حضراتكم شايفين عندنا الاوزان بجد ما شاء الله. كنا مستلمين السمان ده وزنه من 8 جرام ل 10 جرام، في تفاصيل كتير قلناها في الفيديوهات اللي قبل كده، ولكن لو انتوا حابين تعرفوها ارجعوا بقى للفيديوهات القديمه علشان ما نعيدش نفس الكلام. طيب النهارده اليوم ال 15 في عمر السمان، طيب هنعمل ايه؟ السمان يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم كده هو مش بياخد ادويه كتير في دوره التسمين بتاعته، ولكن هو برده لازم نشتغل معاه كوكسيديا وكوليستريديا في العمر ده. يعني دي اول جرعه هنديهم النهارده كوليستريديا، لان السمان من الطيور اللي بيجي لها كوليستريديا عاليه جدا ولازم ان انت تعالجها. حتى كمان مش لازم ان انت تستنى يجي لك كوكسيديا والكوليستريديا في السمان اللي عند حضرتك وبعدين تبدا تدي الجرعه دي. فاحنا النهارده ما شاء الله ما عندناش اي مشاكل خالص، العمر 15 يوم، ولكن انا حبيت النهارده انزل جرعه كوكسيديا وكوليستريديا زي ما حضراتكم كده شايفين في الميه، على كل لتر من الميه نص سنتي بس من الكوكسيديا سوري الكوليستريديا، و12 ساعه، وال12 ساعه الثانيه برده هنزل كوكسيديا. يعني 12 ساعه كوليستريديا و12 ساعه الثانيه كوكسيديا، تمام كده؟ بس كده يعني عاوز اقول لكم ان بجد السمان مفيش فيه اي مشاكل خالص، بس برضو لازم نحافظ عليه، لازم تكون الحراره مظبوطه خصوصا في استقبال السمان وهو لسه صغير. لو فاكرين معانا هتلاقوا في السمان وهو صغير كنا قلنا درجه الحراره وقلنا حاجات كتير جدا جدا. طيب في العمر ده كده لو حضراتكم ملاحظين هتلاقوا ان احنا فاصلين مصدر الحراره، لان الدنيا حر مش محتاجين ان احنا نعمل حراره في المكان يعني. فاحنا بالنهار الوقت الساعه 1 بعد الظهر، فاحنا فاصلين مصدر الحراره وفاتحين الشباك زي ما حضراتكم شايفين، دي الاضاءه العاديه بتاعه النهار، يعني مفيش كهرباء شغاله ولا اي حاجه. طيب العدد ده زي ما حضراتكم شايفين كنا منزلينه 130 ما شاء الله، هم ال 130 ما عندناش اي نافق تماما، نسبه النافق عندنا في السمان زيرو ما شاء الله. السمان يا جماعه زي ما قلت لكم بجد لو انتم تقدروا تسوقوا السمان هيكون من افضل الحاجات اللي تقدروا تربوها وتطلع معاكم ربح كويس جدا. وتاني هقول لو عندكم سوق للسمان، لان فيه ناس بتشتكي ان السمان مش بيقدروا يبيعوه، او لما بيجيبوا تاجر ان هو ياخده او كده بيكون السعر قليل، يعني يا دوب بيغطي اللي هو التكلفه بتاعته، فبيكون مش فيه ربح كويس. لكن علشان يكون عندك ربح كويس يبقى لازم انت يكون عندك سوق كويس، عندك التاجر، او لو انت هتبيعه مثلا للبهالي او كده، لو انت عندك عدد صغير هتقدر تسوقه عادي جدا انت وشطارتك بقى وانت والسوق اللي عند حضرتك. ولكن تاني اقول السمان من الحاجات الكويسه جدا جدا صدقوني ان انتوا تربوها زي ما شايفين كده، ولا بتحتاج حراره عاليه غير في اليومين ثلاثه الاولانيين بس في الاستقبال والتحضير، يعني تقدروا كده تقولوا اسبوع بالظبط وبعد كده تقدروا ترجموه في اي مكان ما بيعملش اي مشاكل. زي ما شايفين كده الفرشه تحته دايما نظيفه، حتى احنا مش فارشين قوي يعني، يا دوب كده بس حاجه بسيطه. بصوا انا بحب ان انتوا تشوفوا معايا التفاصيل علشان تبقى عندكم كل المعلومات الكافيه لو انتوا حابين تربوا السمان. خلاص كده يا جماعه، يبقى مهم جدا ان احنا في عمر دوره التسمين بتاعه السمان في عمر ال 15 يوم ننزل جرعه كوكسيديا في عمر ال 15 يوم. النهارده نزلناها كوليستريديا، لو هتتابعوا معانا بقى ان شاء الله بكره هننزل الكوليستريديا واقول لكم على تفاصيلها بكره باذن الله. لكن
المهم بجد ان انتوا لازم تنزلوا كلسيديا وكولستريديا في عمر دوره السمان بدايه من ال 15 يوم، هتنزلوها 3 ايام بالتناوب مع بعض، يعني 12 ساعه كلسيديا و12 ساعه كولستريديا، وبكده تبقى انتوا في امان، مفيش عندكم اي مشاكل هتظهر ولا اي حاجه، لان السمان اصلا من الطيور اللي عندها مقاومه عاليه، فمبقاش فيها مشاكل، يعني قليل قوي لو ظهر عندك مشكله في السمان. فاهم قصدي؟ يعني السمان من الحاجات اللي تقدر تربيها كده وانت حاطط رجل على رجل، مفيش منه مشاكل ولا اي خوف ولا المشاكل اللي بتظهر في الفراخ البيضة او الساسو او الحاجات دي. بجد السمان من الحاجات البسيطة السهلة الحلوة جدا في تربيتها، اللي بتبقى انت اصلا مبسوط كده وانت بتربي السمان، هو من الحاجات اصلا اللي تحس كده ان انت فرحان وانت بتربيها، معرفش ليه انا بحس الاحساس ده، بالذات بقى كده لما تكون مربي عدد كبيرة مش العدد اللي احنا مربينه ده، لما بتربي بقى كده لما بيكون عندك مثلا سوق وبتربي بتربي مثلا بالالوف والاعداد الكبيرة دي، بيبقى الواحد حاسس كده انه فرحان جدا لما بيدخل المكان ويلاقي كمية كبيرة كده. اصلا السمان كده من الحاجات انا بحسها من الحاجات المبهجة جدا، لما بيكون عندنا الاعداد دي دايما تلاقونا ان احنا دايما كده حابين نقعد معاها، فاهمين قصدي؟ او احساس سبحان الله. ولكن خلاصة الكلام عاوز اقول لك النهاردة علشان الفيديو ما يكونش طويل على حضرتك، السمان من الحاجات الكويسة جدا ان انت تربيها وانت مش قلقان، بس مهم جدا ان انت تنزل بجرعة كوكسيديا وكوليستريديا بس كده. طبعا بندي بقى شوية فيتامين املاح، حاجات اللي هي البسيطة دي، ممكن برضو نحط لهم خلطات طبيعية، ننزل بكركم في المية، الحاجات الطبيعية اللي احنا دايما شغالين بيها في الفراخ البيضاء. لكن النهاردة كنت عاوز اقول لحضرتك لو انت بتربي السمان لاول مرة او حابب ان انت تربيه كمشروع، انصحك ومن قلبي ان انت لازم تعرف المكان اللي انت فيه، هل فيه سوق للسمان ولا مش هتقدر تسوقه، لان التسويق اي منتج لازم يكون له تسويق جيد جدا علشان تقدر ان هو يجيب لك عائد كويس. لكن لو انت طلعت منتج كويس جدا وعالي جدا وفي الوقت نفسه انت ما عندكش سوق ليه، يبقى صدقني انت كده كأنك ما عملتش حاجة وهتخسر. اهم من المنتج نفسه تسويق المنتج يا جماعة، في اي حاجة بقى قيسوا عليها اي حاجة، انا مش بتكلم هنا بس في المجال ده، ولكن انا بتكلم عموما، يعني اي حاجة مهم جدا تسويقها او مهم جدا ان انت تعرف تسوقها. فلو المكان اللي حضرتك فيه مكان لتسويق السمان هيبقى هايل جدا كمشروع. بس برضو انصحك ان انت لو بتفكر تعمل مشروع السمان ده كمشروع، برضو جرب حاجة بسيطة، خصوصا لو حضرتك لسه اللي هو مش عنده خبرة في المجال او ان هو لسه بيجرب لأول مرة. قلنا يا جماعة قبل كده لو بنجرب حاجة لأول مرة يبقى بنجربها في عدد بسيط علشان نعرف المميزات والعيوب، وهل هيبقى فيه نقدر نسوقه، هل هيبقى فيه امراض، كل حاجة احنا بنجربها عودوا نفسكم ان احنا نجرب الحاجة لأول مرة في حاجة بسيطة، بعد كده بقى بنوسع وبنطور من نفسنا وبنشوف وبنقرا. بصوا بعد كده اعملوا اللي انت عاوزينه، ولكن في بداية كل حاجة ابدأها خطوة خطوة علشان تقدر كل مرة تتعلم من الحاجة اللي انت عملتها. بس كده ده كان الفيديو النهارده، بجد من قلبي اتمنى لكم جميعا التوفيق. لو لسه مش مشتركين معانا في القناه اشتركوا معانا، وكمان فعلوا جرس التنبيه علشان اول لما ننزل كل فيديو كل يوم يبدا ينزل له حضراتكم اشعار بيه وتبداوا تشوفوه معانا. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. بس كده ده كان الفيديو، من قلبي اتمنى لكم التوفيق مره ثانيه، استنونا فيديو جديد، اشوفكم تاني على خير.